They are third, fighting for Champions League football, and we want to qualify also for Champions League football next year. So it means that we have to be third or fourth, since Al Ahly won the President's Cup. So, yeah, we. Face tough opponent, of course. I know that. نعم هي مباراة مهمة. الجزيرة في المركز الثالث ونريد أن نقدم مباراة قوية. الفريقان يبحثان عن التأهل إلى البطولة الآسيوية. فريقنا أيضا يريد الوصول إلى البطولة الآسيوية. نواجه فريق صعب أعرفه جيدا. سأواجه العديد من وألتقي بالعديد من الأصدقاء القدامى. انتظر المباراة. So it's going to be an interesting game. It's a pity Ali Mabhout cannot play. I would have preferred to play their best team. And Ali is. علي مبخوت لديهم علي مبخوت لن يلعب في هذه المباراة وهو لاعب مهم وجيد وينافس على صدارة هدافي البطولة مع تيغالي. فجيد أنه لن يكون لديه فرصة للمشاركة في المباراة. نريد الفوز. المباراة ستكون صعبة جدا وديربي خاص, ديربي أبو ظبي الخاص. الفريق يمر بمرحلة جيدة وأريحية كبيرة في أسوار الفريق ونقدم كرة قدم جيدة ولدينا فرصة كبيرة للفوز بالمباراة.